الحمد لله ما راح تلحق. فريق الرباده طبعا الكبير يبقى كبير ولو يصير اللي يصير الكبير يبقى كبير لو يصير اللي يصير الكبير يبقى كبير. جميل يعطيكم العافية. شكرا شكرا لكم فريق الرفادة يعطيكم اللي قدمتوا. وراح طبعا المدفع راح يعطي الدرجات كاملة ما يحدد أي فقرة وأي رسالة وأي حضور بشكل عام اللي جمعته خلال الفترة الماضية كلها إلى 21 رمضان يعطيكم النتيجة كاملة. فريق السقاية تفضلوا عندنا. لا حيبدأ بعد البرنامج بعد الفقرة هذه حيستمر معكم طول البرنامج. حيو السقاي حيو حيو السقاي حيو حيو السقاي حيو. فريق السقاية ننطلق مباشرة الشوط الأول 50 نقطة إذا جاوبتوا حتأخذونه إذا ما جاوبتوا أو أخطيتوا تتجه للمشاهد مباشرة ويرسلها هل كالعادة يرسلها للسقاية أو يعطيها طرف آخر. يقول السؤال ما هي عاصمة البيرو؟ ما هي عاصمة البيرو 50 ثانية؟ ليما مونتيفيدو سانتياغو فرانكو. ما هي عاصمة البيرو؟ ليما مونتيفيدو سانتياغو فرانكو 13 ثانية. خلاص الجواب ليما. ليما ثبت انثبت والإجابة صحيحة. تستاهلون. يس 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 50 نقطة. الشوط الثاني 100 نقطة. الأجوبة أو أحرف الجواب موزعة بالترتيب من 1 إلى 16. كل سؤال تفتحونه أو كل حرف تفتحونه أو كل مربع تفتحونه 25 نقطة. السؤال يقول صحابي قتله المسلمون خطأ وهم يظنونه مشركا. صحابي قتله المسلمون خطأ وهو يظنون وهم يظنونه مشركا. 100 نقطة لهذا السؤال. وفقته في الشوط الأول. افتح رقم ثلاثة. افتحوا رقم ثلاثة. الحرف اللي فيه ياء. باقي لكم 75 نقطة و20 ثانية. افتح رقم خمسة. أربعة. افتح أربعة. افتحوا لهم رقم أربعة. لام. باقي لكم 50 نقطة. وليد بن مخير ما ادري لا وين وليل بسرعه بسرعه خمسه خلاص خلاص يلا روح افتح يزيز. خمسه افتح خمسه انتهى الوقت عزيز ما جاوبت خلاص ما جاوبته لا غلط هو حسيل بن جابر منو حسيل حاء سين ياء لام بن جابر الإجابة الصحيحة راحت طبعا رضي الله عنه راحت 100 نقطة عليكم. نشوف الشوط الثالث اختاروا اي فريق يحب يدعمكم. الرفادة خلال 50 ثانية إذا ما جاوبتوا بإمكانكم تطلبون المساعدة من الرفادة يأخذون ثلثي الدرجات والنقاط ولكم الثلث. يقول السؤال ماذا يعني المسيح؟ ماذا يعني المسيح؟ الممسوح بالعطر، الممسوح بالزيت، ممسوح الوجه، الحنون. طيب الدقيقة في مسيحين المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم. المسيح عيسى ابن مريم له معنى والمسيح الدجال له معنى. لا معنى المسيح نفسه. معنى المسيح. لا هذاك إيه؟ المسيح. لا لا عيال مسيح هذاك أجل حنون. حنون الحنون 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 لأن عيسى ابن مريم حنون. إيه حنون الحنون. توكلنا على الله. الحنون ثبت. لا لا ثبت إن ثبت الإجابة خاطئة هي الممسوح بالزيت هي الإجابة الصحيحة. حلو سمعت كلام عبد الوابري كان فوتكم بهالنقاط. نشوف الحين الشوط الرابع أحرف متناثرة مع إضافة أحرف
أحرف متناثرة للجواب مع إضافة أحرف. نشوف السؤال خلال 50 ثانية. ماذا يطلق على صوت الأرنب؟ برضو سهل. حرف الغين. فاء باء ياء واو راء ضاد حاء. ماذا يطلق على صوت الأرنب؟ رضح رضح بدون تشويش. غفير غفير ها؟ غفير غفير متأكد غفير. 20 ثانية. ممكن غفير غفير طفيف. لا غفير ما اسمك والله. غفير غفير غافا يا راء. الإجابة خاطئة. ضغيب ضاد غين يا باء. ضغيب هي الإجابة. راحت عليكم كذلك 200 نقطة من الشوط الرابع. نشوف الحين الشوط الخامس وهي ترتيب ترتيب من ناحية الأقل مساحة. الأقل مساحة هل هي السودان أم مصر أم ليبيا؟ ليبيا. أقل مساحة. أقل مساحة؟ أي نعم. ليبيا مصر السودان صح؟ ليبيا ليبيا السودان كبيرة. ها؟ السودان مساحة؟ كيلوهات تختلف. نبدأ من الأصغر للأكبر. أي نعم من الأقل. ليبيا ليبيا مصر بس دقيقة السودان أكثر عدد سكان. لا أقول لا ليبيا مصر ليبيا أكبر مساحة. المساحة تختلف عن ال ثاني من الأصغر والسكان إلى الأقل. ليبيا 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 ومصر ومصر السودان. السودان الشوط الخامس 250 نقطة. ليبيا مصر السودان هذه خياراتكم. الإجابة خاطئة بالعكس. مصر ليبيا السودان. اي نعم الحمد لله مصر طبعا. مليون و154 او مليون و1450 كيلو متر مكعب. السودان 1800 ليبيا 1700. احنا كنا نحضر للسهره اليوم فما ذكرنا زين. الله يعطيك العافيه عادي معذورين. انا كم طبعا هي كلها مقاسات بالمتر المكعب كيلو متر مكعب. نشوف الحين السؤال اللي بعده الشوط الشوط السادس. يلا بسم الله. من 1 إلى 25 كل خط. طريق رشيد مكة مربع. طريق رشيد مكة مربع. طيب مستعدين؟ فريق السقاية من 1 إلى 25 بسم الله. رقم 17 هادي. ما اسمك؟ هادي. هادي إيه؟ إجابة خاطئة. ليش؟ شوفوها مغرب. رقم 6 بشر. يا سلام عليك على وافي بشر. رقم 2 جذع. برافو يا سلام عليك. جاوبت على جوابين واخطيت في جواب بدال هذه ومغرب هي الإجابة صحيحة. الشوط السابع رشحونا شخص يكون منافس للفريقين الموجودة عندنا الرفادة والوفادة. عزوز الشوط السابع يعتمد على السرعة في الإجابة وآخر واحد يجاوب يأخذ 350 نقطة. يا سلام عليكم. مفهوم اللعبة؟ طلعوا لي شباب للشاشة. عندنا سؤال أول يأخذ 150 الثاني 200 إلى 350 أو 50 ثانية. أوكي؟ السؤال يقول من أول مسلم ركب بحر الروم؟ معروف الجواب كلكم تعرفونه. نسهله. الصحابي أو صحابي. أي نعم إن شاء الله. سعد بن وقاص. إجابة خاطئة. الزبير بن العوام. إجابة خاطئة. لا تصور يا بني بشر. ما عندي شيء يقول ما أعرف عشان تفهم. عشان الوقت. الوقت. عبد الله الزبير. إجابة خاطئة معاوية بن أبي سفيان. الإجابة صحيحة. نشوف السؤال اللي بعده. في أي صلاة كان تغيير القبلة من العصر؟ يا سلام عليك برافو. 150 نقطة. السؤال اللي بعده من أول من صنف تفسير القرآن الكريم بالإسناد؟ ابن كثير. لا وقف. أنا واقف. ناصر أسامة. إذا ما عندكم إجابة قولوا اللي بعده. أول من صنف تفسير القرآن الكريم بالإسناد؟ قرطبي. إجابة خاطئة. ما عندك إجابة.
انتهى الوقت 150 نقطة. يا سلام عليكم. شكرا شكرا.